أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة الرجاء الرياضي وزناكو التي تقوم بإياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تقام الأربعاء 18 إبريل 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي يبلغ من العمر 33 عاما. ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الرجاء الرياضي بنتيجة 2-0. وتقام مباراة الرجاء الرياضي وزنكو الزامبي الأربعاء 18 إبريل 2018 في 8:09 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والـ11 بتوقيت الإمارات، والـ10 بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والـ7 بتوقيت المغرب وجرينتش. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الرياضية مباشر HD. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.